طبره في هذا الموسم يتقدم بهدف اول نادي طبره. لاحظ الكره والمرور من هرماش الى خريبين امام المرمى، ما يتفلسف امام المرمى على طول، سدد وضع الكره في زاويه صعبه جدا على حارس المرمى لياتي الهدف الاول لمسرحه فرسان الغربيه. واحد لا شيء، واحد لا شيء، يتقدم نادي طبره 4 دقائق والمباراه تتولع من البدايه.